الفعالية بتاعت أفريكا ساينس ويك، والهدف منها هي عبارة عن احتفالية بالعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا عموما. السنة اللي فاتت عملنا نفس الأكتيفيتي أو الفعالية، لكن كانت موجودة في السودان في فترة بتاعت رمضان شهر 6. السنة دي اخترنا شهر 9 لأنه قلنا إنه زمن بيكون مناسب إنه نأدي فيها الفعاليات بتاعتنا. إنه خلي طفلك جزء من المجتمع بتاعنا عشان يساهم في بناء مجتمع فعال، مجتمع واعي. السمارت هوم ده عبارة عن منزل ذكي اللي هو بيكون فيه تقنيات التحكم في الأنوار، الإضاءة، التكييف، التبريد، التسخين، أي حاجة من أشياء المنزل الإلكترونية هتكون هذه الأشياء عن طريقة بسيطة، مثلا ممكن عبر البلوتوث، الإنترنت، الواي فاي، عن طريق أي حاجة. لكن أنا في مشروعي الليلة اختصرتها لكم على أن تكون الموضوع أوتوماتيك. وفي الرياضيات تهتم بالنمذجة والمحاكاة والخيال وترجمة المشاكل الواقعية الموجودة في الحياة لرموز رياضية ثم شنو معالجة. كل سنة بنختار فعاليات مختلفة بحيث إنها تقدر ترسل رسالة للمجتمع بأهمية العلوم والتكنولوجيا، وإنه يكون برضو فيها تشجيع بالنسبة للأطفال كبار السن يعرفوا أهمية العلوم والتكنولوجيا في حياتنا عموماً.